مرحبا جميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية، ودائما عم نعرفكم على شمال لبنان على أبرز الأنشطة عم تحصل، وعم نطلع على مواقع تراثية بيئية سياحية. بهالأيام المهرجانات طبعا عم بتعم كل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان، ودائما في أجواء فرح ودائما في أجواء من العادات والتقاليد والقيم والأصالة اللبنانية. أكيد الشوب اليوم بهالأيام مسيطر، موجة الشوب عم بتعم كل المناطق اللبنانية، الناس اليوم بهالأيام يا على البحر يا على النهر يا بجبال، ودائما جبال الشمال جبال متميزة بالبيئة الفريدة من نوعها. أصدقائي اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمين سليمان بيعرفنا اليوم شو عنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. الصيف كيف بكل المناطق اللبنانية، خصوصا بالقبيات اللي هي على موعد مع مهرجانات القبيات الدولية اللي غابت كم سنة بسبب ظروف الكورونا وأوضاع البلد. اليوم رئيسة اللجنة السيدة سينتيا هادي حبيش عقدت مؤتمر صحفي بمتحف نابو بالهري بشمال لبنان بحضور معالي وزير الإعلام المهندس زياد مكاري وبحضور معالي وزير السياحة الأستاذ وليد نصار. أكيد السيدة حبيش أعلنت عن البرنامج واللي بتضمن أنشطة بيئية سياحية تراثية حرفية بالإضافة لاستقبال لكبار نجوم الفنانين. هالمؤتمر طبعا حضروه شخصية سياسية وإعلامية. مدام سيدة حبيش من كم سنة من عدد من السنوات عملت إنجازات على صعيد السياحة بعكار فعلا، وصوبت الأهداف، صارت الناس كلها تعرف أكيد وجه عكار الحلو، وجه عكار الحضاري، وجه عكار البيئي والسياحي. كنوز حقيقة، كنوز بكل معنى الكلمة، كشفت عنها النقاب وعم تشتهيها لزقفة كبيرة فعلا. وألف شكر على جهودك، وخصوصا انه في تحدي كبير نرجع نحيي هالمهرجانات. اهلا وسهلا فيك استاذ منذر بعد هالغياب بمهرجانات القبيات. مبروك طلن جديد. يعني بدي اقول لك اشتقنا للفرح واشتقنا للمهرجانات واشتقنا للحياه بلبنان. خبرينا اليوم عن المهرجان، اليوم هالحدث عم نشوفه هون بنابو بالشمال بحضور مع اصحاب المعالي والشخصيات والاعلاميين. اليوم عم نفتتح، عم نعمل لانشينج للبروجرام تبعنا. اخر اديشن كانت لمهرجانات القبيات بال 2019، واليوم حاطين مجهود كتير كبير لنضلنا عم نشتغل ونضلنا مضويين على السياحه بعكار، لانه اخر شيء هذا قطاع كتير مهم، والمهرجانات اكيد بتعمل حركه بالمنطقه، واكيد ما بتحلى المهرجانات الا بوجود كل الاصحاب اللي شايفينهم هون موجودين، وخاصه الوزراء اللي عم بيدعموا مهرجانات القبيات. خبرني هيك شويه تفاصيل، المهرجان وين حيكون؟ التواريخ، مين جاي على المهرجان؟ المهرجان رح يكون ب 10 11 12 و13 اب. البروجرام مثل ما عودتكم دائما بروجرام بيبقى متنوع، يعني بالنهار بيبقى في بروجرامات بالبرنامج البيئي، وبالليل عم بيكون بسهرة فنية. رح نكون السنة مع الفنان جيما نوكيان أول ليلة، وتاني ليلة رح نكون بكونسبت جديد اللي هو رح تشوفه لونج سيت اب مع الفنان جو أشقر بتذاكر يعني شبه جدا رمزية. معالي الوزير، أنت دائما يعني حياة بوزارتك عملت إنجازات، خصوصا السنة يعني بيروت عاصمة 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 عربية. اليوم حضرتك مشجع وداعم لمهرجانات القبيات. أنا بضل أقول إنه وزارة الإعلام هي هدف من أهدافها، وأهم هدف يعني بالظرف السيء اللي عم نمرق فيه هو مش تسويق، إنما هو إبراز الصورة الإيجابية للبنان وين ما كان. أنا بشوف إنه واجباتنا نحن نقول إنه بعد في مساحة مضيئة بلبنان لازم اللبنانيين يتمسكوا فيها، لأنه مثل ما بتعرف الإعلام كتير بيضوي على الأمور يلي بتجذب الناس ويلي هي بتكون الأمور السيئة، وهذه شغلة طبيعية مش عم بنتقد أبداً. فبنقول انه في مساحه كبيره كثير لازم انه الاعلام يغطيها تيعطي شوي امل للبنانيين، وخصوصا انه جايين على صيف قوي ومزهر، وعم بيحكي معالي وزير السياحه انه في مئات الاف السواح جايين على لبنان. انا كثير مبسوط للقبيات ومبسوط اكثر لعكار كمان، لانه عوده المهرجانات بعد 3 سنين انقطاع هذا مؤشر ايجابي جدا،
ومثل ما بتعرفوا يعني لبنان صحيح صغير بس انه اللبنانيين بيروحوا دائما على بيروت وعلى جبل لبنان. مهرجانات مثل مهرجان القبيات هيدي فرصة انه يرجعوا على ضياعهم ويحبوها مثل ما لازم يحبوها. صيف يا صيف عجبت حبيبي، لوح يا صيف رجعنا قريبي. صيف يا صيف عجبت حبيبي. أهمية مهرجان القبيات أكيد انه رجعت بعد 3 سنوات. أهمية القبيات وعكار انه هذا المهرجان رح يبرز مناطق كثيره اللبنانيين ما بيعرفوها للاسف، وهي من احلى مناطق بلبنان اكيد. بحب اقول انه كمان غنى هذا المهرجان يلي بيتضمن ثقافه وبيتضمن بيئه وبيتضمن اكيد سياحه، من المهرجانات القليله يلي عم بيكون فيه هيدا الخليط والمزيج. معالي وزير السياحة، يعني أول شيء يعطيك العافية، دائماً من مكان إلى آخر عندك إصرار رغم كل الظروف على إذا بدك توزيع المحبة وتوزيع السياحة بكل مناطق لبنان. صحيح، أول شيء هذه وجبتنا. ثاني شيء لبنان هو كل مناطق لبنان بتستاهل إنه الدولة تحط إيدها معهم، وما بدنا نرجع لورا ونحاسب على التقصير الدولي وخاصة بالمناطق البعيدة، ومنها بسكو القبيات هالمنطقة الحلوة اللي بفتكر كل لبناني لازم يروح يزورها ويكتشفها، يكتشف طبيعتها والمقومات السياحية الموجودة فيها. نحن قدرنا نعمل السنة الماضية رواجنا شوي للقبيات، وراح نستكمل اليوم مع لجنة المهرجانات مشان نقدر نخلق فرص انه الناس وخاصة هالشباب والصبايا يقدروا يروحوا على القبيات وما يفزعوا انه او يلاقوا يستصعبوا الطريق او طول الطريق، بيحرز المشوار لهونيك. الخيول العربية الأصيلة هي جزء من عادات وتقاليد وقيم منطقة كار، خصوصا في بعض العائلات ما تزال محافظة على هالثروة الوطنية والثروة الحيوانية. اليوم بعكار في جمعية تأهيل وتربية الخيول العربية الأصيلة دائما عم تهتم بالخيول ودائما عم تحيي نشاطات لتحفيز الناس على ركوب الخيل. اليوم نشاط متميز هو السباق الأول لصيف 2023 بميدان تل عباس الغربي بحضور حشد كبير من شخصيات سياسية، ثقافية، أمنية وعسكرية. يا بطل بالساحة طلوا خيول الرماحة، خيل يا بطل بالساحة طلوا خيول الرماحة، خيل يا بطل بالساحة طلوا خيول الرماحة، خيل يا بطل بالساحة طلوا خيول الرماحة. دعسة خيال بتهد تشتغل رمحة بطال، خيل يا بطل. تحياتي لتلفزيون لبنان أول شيء وللفريق العمل اللي عم بواكب هذا الحدث اللي هو اليوم الحدث 7 تنظيم سنوي بيصير بالسنة مرتين، والحمد لله عم يصير في إقبال مثل ما انك شايف إقبال شعبي كتير، وهيدا الحدث يعني اليوم عم يأسس لشيء أكبر مع الجمعية ومع هالناس والمربين من كل المحافظات اللبنانية، وهني هلأ عم نصير في دعم لأنه لأول حدش نجح الحدث دعم من كلتهم بأمور كلتها مبادرات شخصية بس. مشان هيك نحن منقول لازم بإذن الله نكمل بهالعمل وهالنشاط اللي هو ببعد الشباب عن آفة المخدرات وبعدن عن كتير آفات وعن كتير موبقات لحتى نحببهم ويحبوا هذه هالهواية اللي هي دائما هي هواية بتخلي الإنسان يكون أخلاق وأخلاق فارس ويكون تصرفاته وتصرفات فارس. نحن جمعية تأهيل وتربية الخيول اللي دائما عم نواكب الخيل وعم نهتم بالخيل من لحم الحي، منشكر كل شيء دعمنا واقف جنبنا. نحن هون هذا السباق كنا متوقعين شيء 20 راس مشارك، 31 راس من كل لبنان، من زحله، من الجنوب، من البقاع، من الضنيه، من عكار، من جميع لبنان. فمشكورين، نسال الله سبحانه وتعالى لهم السلامه للجميع، للخيل وللخياله. خالد الحاج البقاع الغربي، مربط الحاج البقاع الغربي كامل اللوز. أول شيء بحيي جهود جمعية تربية وتأهيل الخيل العربية بعكار على هذه الجهود،
بهذه الظروف التي يعيشها لبنان، وهذه الجمعية التي تعاني في هذه الظروف التي يعيشه لبنان الصعبة لها ألف تحية. نشكرهم لإحياء هذه الرياضة التي هي تجري منا مجرى الدم، فكل الدعم لهذه الجمعية بشخص رئيسها وأعضائها، والتحية الكبرى لأهل عكار الذين التفوا حول هذه الجمعية حتى نحافظ على هذا التراث العربي الأصيل. يا مشعل مجد والع عبر راجل واد طالع، يا مشعل مجد والع عبر راجل واد طالع، وسيف الضال عليك ضال يا جدال، خير يا بطل خير يا بطل بالساحة طل خيول الرماح، لا تتخيل البدر تجبل المحبة طال، خير يا بطل رغم الظروف الصعبة اللي تعاني منها دولة لبنان الشقيقة، يعني هذا يدل على حب الخيل العربية، مربين أصالة ومرابط أصيلة، وإن شاء الله نتمنى لكم التقدم والتحسن في هذا المجال، إن شاء الله أن تكون الأمور جيدة في المستقبل، يجيكم دعم طيب، وحقيقة كل من قام وشارك وبذل الجهد في هذا المهرجان الطيب. نحن جايين من البقاع لإخواننا بعكار دعما لهذا المهرجان المرتب، قدمنا من شركتنا منتجات الخيل العريقة القديمة اللي هي شركة إيكو لمنتجات الخيل، فقدمنا للأوائل للخيول الأوائل جوائز لجميع الخيل. I am possible جمعية فعلا عم تصنع حياة اليوم بسهل عكار، ودائما عندها اهتمامات انمائية خدماتية وايضا توجيهية. اليوم عم بتدشنوا مشروع هو موقع، مش هيك؟ حيشكل مساحة للناس ببلدة الحيصر. صح، اليوم نحن مجتمعين سوا هون تنكون لتتشين هيدا الموقع يلي هو حيكون مساحة آمنة للأطفال وللناس تيقدروا يكونوا عم يقدروا يمضوا في وقت بكل أريحية وبكل أمان. حضرتك رئيس الجمعية اليوم بدعم من السفارة الإسرائيلية، مش هيك؟ يعني مهم هالتواصل مع أستراليا وخصوصا هي دعمت المشروع. صح، هذا المشروع هو بتمويل من الدولة الإسرائيلية، مشكورة. تقدم الطلب وبينا قديش المنطقة بحاجة لهيك مشروع، وقررت الدولة الإسرائيلية دعمنا لتنفيذه للمشروع. مدام جنى، خبريني يعني استراتيجية العمل تبعكم على شو بتعتمد؟ يعني انتم دائما بتحطوا خطة معينة، لأن أحيانا شفناكم أشياء توجيهية، أحيانا اليوم إنمائية. جمعية امبوسيبل بتغطي عدة قطاعات، منها قطاع الحماية، قطاع التربية، قطاع الانماء واللايفليهود. فمن اجى المشروع من هون نحن كنا عاملين عدة مناقشات مع اصحاب المصلحة بمنطقة سهل عكار، وكان نتيجة هالمناقشات انه ضرورة ترميم هذا الموقع. فمن هون كانت فكرة انه ضرورة الترميم وانطلب التمويل على هذا الاساس. نحن حالياً بدعم من السفارة الإسترالية بتمويل منا، تم تأهيل المكان العامل الموجود هون، هو يلي مقصد لزوار المنطقة. كان صراحة في مناطق النظافة هناك شوي إنه حالتها شوي مزرية، نشغل عليها وتم تنظيم محوال المقام هون كمان، يلي هو برجع بقولكم هو مقصد لكل الأشخاص اللي من المنطقة المحيطة. حضرتك بتعرف شوي نحن بنفتقد هون بالمنطقة للأماكن العامة، فهذا المكان العام الوحيد اللي بيقصدوه أشخاص كتير بأيام الأعطال وبالصيفية. نشكر السفارة الإسترالية، وأكيد شكر كبير ل Impossible إنه دائما يعني صراحة نحن صرنا فترة كتير طويلة عم نحاول نشتغل على الموضوع وأخيرا مشي الحال. وأكيد شكر كبير للأستاذ علي حبيب المهندس اللي هو كان عم بيأشف على المشروع من أوله لآخره، وللمدام جنى مديرة الجمعية، ولكل الأشخاص الموجودين معنا هون اللي عم يدعمونا طيلة الفترة، فترة التنفيذ واليوم حاليا. الجمعية بنشكرها جزيل الشكر على المبادرة اللي قامت فيها، يعني مشكورة هي والسفارة الإسترالية على رأس السفير الإسترالي. قديش مهم هاللي عم ينعمل اليوم؟ يعني بالأول كان تعرف اليوم في مكان حلو، في حمامات حلوة، طبيعي مهم جدا، يعني
يعني كان المكان شوي مهمل، هلا الشيء اللي صار مرتب وحلو صار بيستقبل فيه كل الناس بكل رياحة. رئيس، قديش مهم المجتمع المدني بالقرى والبلدات؟ يعني اليوم انتم بتلاقوا جمعيات، قديه هي انه انتم بتتنشطوا اكثر، بصير في دعم اكثر؟ طبيعي الجمعيات بتنشط بشكل ضروري، الجمعيات يعني بتنشط المجتمع وفيها افادات للمجتمع، يعني على صعيد المادي والمعنوي. اليوم البلديات بهالظروف ما عندها شيء. اليوم البلديات الله يعينها، اذا بدهن الشغل صح، رؤساء البلديات كلهم بيقولوا خذ يا وزير الداخليه بلدياتك والله ييسر لك. ما بقى في شيء نهائيا، يعني ما فينا عم نشيل النفايات، اهم شيء انه النفايات عبت المناطق ولا فينا ما نشيلها. الشيخ عبد الكريم عبد الرحمن، اهلا وسهلا فيك. انت حضرتك كنت موجود دائما هون بهالموقع، مش هيك؟ نعم. خبرني اليوم قديش مهم هاللي صار. والله لفت نظر كبير للبشرية كلها من العام والخاص، والحمد لله رب العالمين بجهود الجمعية الله يكثر خيرها، لا عملت شيء مجهود طيب وكويس وعمل لفت نظر للعالم كله، والحمد لله رب العالمين صار عم يجي عندنا اقبال، يعني السواح بيزوروا بيقعدوا بيرتاحوا. شرف ان يكون موجود بيناتكم اليوم، وبشكركم على هالاستقبال الحميم، وبفتخر كثير ان استراليا قدرت تدعم مشروع عندكم بالمنطقه وهلا جايين نفتتحه. باليوم مهرجانات الفرح طبعا عم بتعم كل المناطق اللبنانيه وخصوصا شمال لبنان. مرحب فيكم بشمال لبنان، ارض القيم والاصاله والوحده الوطنيه والعيش المشترك. اكيد مهرجانات فرح بترضي كل الاذواق بدءا بالبترون ووصولا لاقاصي عكار. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، اما التصوير لامين سليمان، والى اللقاء.